تنوي النية الصالحة أنت الآن في أول رمضان أن تصدق معه في الليل والنهار عينا ويدا ولسانا وبطنا وفرجا ويدا وأذنا وقلبا تصدق معه، فلا تتصور كيف يجازيك. من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. ينظر إلى تنافسكم فيه في العمل الصالح في العبادة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واجعل رب العرش ينظر أنت في أول يوم من يوم رمضان وفي القلب نية صادقة في الوجه إليه والإقبال عليه والصدق معه، جزاء كبير. عامله فلن تجد خيرا منه. عامله بصومك، عامله بصلاتك، عامله بقراءتك، عامله. اترك اخرج من ذهنك الكائنات واوصاف فلفلا بعده. عامله له صوم له قم ما عفو.